بدأت الحكاية من القاهرة عندما عقد وزير المستعمرات البريطانية وينستون تشرشل وبحضور أكثر من 40 موظفاً إدارياً وسياسياً مؤتمراً لمدة أسبوعين في عام 21900 لبحث مستقبل عدد من دول الشرق الأوسط ومنها العراق بعد ثورة العشرين الشهيرة التي اندلعت في الولايات العراقية الثلاثة. يشير المؤرخون والباحثون أن المؤتمر قرر إنشاء دولة ملكية في العراق بعد أن تم تشكيل مجلس تأسيسي برئاسة نقيب أشراف بغداد عبد الرحمن النقيب الذي تولى مهمة رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية والتي سميت لاحقاً بالوزارة النقيبية الأولى. شارك نقيب الأشراف في المجلس التأسيسي الأول عدد من شخصيات العراق وسياسيه أمثال نوري السعيد ورشيد علي الجيلاني وجعفر العسكري وياسين الهاشمي ومدون المراسلات الخاصة بتأسيس الدولة العراقية عبد الوهاب النعيمي. كان من مهام المجلس تنصيب ملك على عرش العراق وعقد اللقاءات والاتصالات مع الزعماء والشخصيات العراقية المعروفة في ولاية بغداد والبصرة والموصل، فضلاً عن البحث في كيفية تأسيس الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية إضافة إلى صياغة دستور العراق. في الساعة السادسة من صباح يوم 23 شهر آب وفي ساحة ساعة القشلة وسط ولاية بغداد أعلن عن تنصيب الأمير القادم من جدة على متن الباخرة الحربية البريطانية نورثبروك ليصبح فيصل الأول ملكاً على العراق في نظام حكم ملكي دستوري بصلاحية محدودة للملك وموسعة لرئيس الوزراء وللبرلمان. تمكن العراق وفي عام 25900 من إقرار دستور الدولة كما دعا تشكيل برلمان مكون من مجلس نواب ينتخب بناء على أحقية الاقتراع ومجلس شيوخ سمي فيما بعد بمجلس الأعيان والذي يعين من الملك. توفي الملك فيصل الأول عام 33900 بعد 12 عاما من الجلوس على عرش العراق، استطاع خلالها إنهاء الانتداب البريطاني على العراق وانضمامه في 31 عام 32900 إلى عصبة الأمم كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة. شهد العراق تغيرات سياسية عديدة منذ التأسيس في عام 21900 ولغاية عام 2003. بدأ تشكيل الدولة العراقية المعاصرة بعد تنصيب الملك فيصل الأول عام 21900 الذي حكم العراق 11 عاما، إذ توفي على نحو مفاجئ عام 33900. ورث الحكم الملك غازي الأول في نفس العام واستمر حتى وفاته إثر حادث سير عام 39900. ثم جاء الملك الصغير فيصل الثاني بعمر 4 سنوات فتولى الحكم الوصي على العرش خاله عبد الإله في الفترة من 38900 حتى عام 53900. تولى الملك فيصل الثاني الحكم عام 53900 وحتى مقتله في 14 من تموز عام 58900. لم يدم حكم رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم سوى 4 سنوات وبضعة أشهر، وانتهى بانقلاب 8 شباط عام 63900 بقيادة البعثيين، ثم استولى عبد السلام عارف على الحكم واستمر حتى عام 66900 ليخلفه الرئيس عبد الرحمن عارف. توالت الانقلابات في العهد الجمهوري، إذ انقلب البعثيون على عبد الرحمن عارف في 17 وحتى 30 تموز عام 68900 ليتولى أحمد حسن البكر بعد ذلك رئاسة البلاد. استمر البكر في الحكم 11 عاما حتى تولى صدام حسين
الرئاسة عام 79 و900 وألف ليستمر لمدى 24 عاماً. أسقطت قوات التحالف الدولي حكم حزب البعث في العراق عام 2003، وتم إنشاء حكم جمهوري برلماني تولى على حكم العراق فيه 4 رؤساء آخرهم برهم صالح.